كلمة طيبة صدقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا أعرف شيخ الحديث. اتفضل. إن الله خلق آدم على صورته. ثابت صحيح. الشرط. حكم الاستعانة بالجن: لا تجوز الاستعانة بالجن، لقول الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حارب وفقدت منه أشياء وسحر، ولم يستعن بالجن في أي شيء من ذلك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، اتفضل. الحمد لله. معلش يا شيخنا، بس كان عندي سؤال بالنسبة للحج. أنا دلوقتي المفروض إن أنا رايح، أنا المفروض مهندس ورايح في شركة في السعودية في مكة في وقت الحج، عشان أساعدهم في وقت الحج ده. بس ملهاش علاقة بالحج، يعني أساعدهم في الوقت بتاع الحج، لأن حضرتك عارف إن بيكون في مكة زي حالة يعني حالة طارئة كده، كل الناس بتكون في استعدادات قوية شوية للحج يعني. فأنا المفروض رايح أساعدهم في وقت الحج ده. يعني أنت مهندس مساعد في مكة للهيئات في مكة. مظبوط. أيوه. تمام. فهو أنا المفروض إن الطبيعي إن أنا مش هعرف أقوم بمناسك الحج. فهل في إمكانية إن أنا يعني إيه أقل حاجة أقدر أعملها في الحج إن أنا يتكتب ليا إن أنا حجيت في الوقت ده؟ يعني اللي سمعت قبل كده إن أنا ممكن لازم أروح مثلا في وقفة عرفة، وبقية المناسك ممكن أطلع. هل تستطيع الوقوف بعرفات ليل أو نهار؟ نعم. هل تستطيع أن تقف في عرفات ساعة من ليل أو نهار؟ أنا دي مش متأكد منها. هي هذه الأساس. إذا ما استطعت أن تقف في عرفات لا في الليل ولا في النهار، لا حج لك. تمام. طب بحيث لو تدرك لو الناس في عرفات ليل أو نهار، إيه أقل وقت ممكن نقفه هناك؟ يعني عدد ساعات معين أو حاجة؟ يعني إنك تدرك المصلين في مزدلفة في الفجر. تدرك صلاة الفجر في مزدلفة. أدرك صلاة الفجر في المزدلفة. أيوه. تمام. طب وبقية المناسك؟ كل المناسك الثانية ممكن تبقى متأخرة، يعني طواف الإفاضة ممكن تأخره، رمي الجمار ممكن توكل عنك في رمي الجمار، السعي ممكن تأخيره. تمام. بس هي لازم أوصل لازم الحج عرفة. خلاص؟ تمام. السلام عليكم. سلي. دلوقتي انا حلفت على شيخ عبد الرحمن ان انا مش هاخد الفلوس دي، بس انا اضطريت. عبد الرحمن. تمام. فدلوقتي انا عليا كفاره يمين، هل يجوز ان انا اطلع الكفاره دي من الفلوس اللي انا اخدتها دي؟ ممكن من فلوس منفصله؟ لا ممكن، هي
يعني ابوك يقول لي خذي 1000 جنيه يا بنتي، والله ما انا واخذها، واصر عليك خذيها وكفري. تمام، اكفر منها هي من نفس الفلوس دي ما عادي؟ في مشكلة، بلاش تنطع، خلاص يجوز. تمام جدا. الله يكرمك وحفظك الله يا قارئ أيمن، رفع الله قدرك فتح عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. بص يا شيخ مصطفى، أنا أرهقني الوسواس القهري، نعوذ ورحت بالله. للطبيب، أيوه. وبرضه أنا تعبان تعبان قوي، والبيت بقى كله، البيت بقى خلاص بقى كل شغله الشاغل أنا. ما انت مسبب للناس نكد جنبك، الله يغفر لك. نعم. انت تعب اهلك جنبك بجوارك. طب اعمل ايه يا شيخ؟ اقسم بالله بتعب. ها؟ انا بقى تعبان يا شيخ. طب قول لي حضرتك اعمل ايه؟ اتجاهل الفكره ازاي اللي بتجيلي، مع اني رحت للطبيب والله، بس برضه نفس الكلام. يعني اعمل ايه يا شيخ عشان الحاجات دي تروح مني يعني؟ اولا تدعو الله ان يصرف عنك هذا، ثانيا ترقي نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله احد، تمسح راسك ما استطعت من جسدك، لا تتحدث بهذه الموضوعات لأحد. رابعا، لا مانع أبدا من أن تعرض نفسك على طبيب آخر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. خدت بالك من الأشياء كده؟ بالله عليك، بالله الله عليك. يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. وبعدين لا تلتفت للوسوسة، اقبل على الكتاب والسنة واترك الوسوسة، استعين بالله. ولك بمثل يا رمضان ابن عبد المقصود، المقصود ليس من أسماء الله الحسنى للمعلومية، ولا تزعل مني. لكن ما دام اشتهرت به خلاص، ابن أنا ابن عبد المطلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها أه. يا شيخ أنا عايشة في مصر، أيوه. أهلي، وتقدم لي شخص عايش في بلاد أجنبية، ها. وأنا أرفض الزواج في هذه البلاد خوفا على ديني وعلى دين أبنائي. طيب. والدي يقول إنه أنا كده يعني زي يعني إن أنا سبب رفض غير مقنع، وإنه يجوز إن الواحد يسافر لبلاد أجنبية. أنت فتاة موفقة، جزاك الله خيرا وغفر الله لأبيك ولآبائنا. أنت فتاة موفقة، لأنك إذا ذهبت وكنت متماسكة في دينك ستأتي ابنتك عياذا بالله نصفها كافر ونصفها مؤمن، يأتي حفيدك كافر في الغالب. ويكفي أنت موفقة، ثبوتي على مبدئك. وبئست دول الكفر، بئست أمريكا وبئست أوروبا، كلها تعست وانتكست. يكفي من إجرامهم أنهم الآن يقرون، بل يفرضون فرضا على الناس أن يقروا بتزويج الرجل للرجل والبنت للبنت. وإذا حافظت على أبنائك، إذا حافظت على بناتك، البنت تذهب المدرسة لا ترقص مع البنين، لم لا ترقصي؟ يأخذوها منك بعد إنذار يرماها في أي أسرة تانية. بئست هذه الدول، عياذا بالله من هذه الدول. أبوك رجل، سأبلغيه السلام وقول له: يا أبي، الرسول الأمين يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأني يا أبي مش شايف أن ديني هيسعدني هناك، ديني سيضيع هناك يا أبي. الله يثبتنا وإياك ويرزقك زوجا صالحا تقر عينك به ويقر وتقر عينه بك يا رب، واهد والدينا ووالديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسلمك. نعم. ماذا يصنع العامل يختلف العلماء في مسألة فقهية؟ نعم. ماذا يصنع العامي إذا اختلف العلماء في مسألة فقهية؟ يأخذ الذي دل عليه الدليل، استطاع استطاع، ما استطاع ماذا يصنع؟ يأخذ الأحوط في دينه بس. جزاك الله خير. وإياك الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك فيك.
يا رب وإياكم يا رب. في حديث يا مولانا حضرتك ضعفته ووصلت فيه حاجة ثواني صححه. طيب خلاص، قلت أنا أسأل عنه. لا خلاص، ما انت عرفت رأيي ورأي الشيخ، خلاص انت رجل تثير فتن، انت رجل تعرف عليك. اصبر يا اخوي، اصبر يا اخوي، عليك ان تتعلم ادب السؤال، عليك ان تتعلم ادب السؤال اولا. شكرا لك. السلام عليكم. أم ياسين بارك الله فيك، محمد بن مبروك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ طيب والحمد لله. ربنا يحفظك. السؤال أنا داخل، يعني نسألكم مش الدعاء بالشفاء، داخل عمليات وكده. الله يعافيك من عنده. ربنا يحفظك يا رب يا شيخ. وطبعا ممكن أقعد 3 4 أيام. يا عبد الرحمن، كيفية الصلاة يعني إن أنا على الوجه المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم يا عبد الرحمن. التليفون يا عبد الرحمن عامل لنا ازعاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم، معذرة، كان واحد سايب الأبناء، سايب الهاتف مفتوح وشوش علينا. السلام عليكم، تفضل. نعم، كان عندي سؤال. سل واحد قبل كده عرض عليا سؤال بس ما فهمتوش، فبيقول لي يا من ألف تارك جنس العمل. يا أخي احرص على ما ينفعك، يا أخي احرص على ما ينفعك يا عبد الرحمن. الهاتف يا ابني شغال مزعجنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يمكنني أن أتكلم معك ولا يسمعنا أحد؟ لا يمكن الآن. حسنا، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، أنا آسف إن أنا فعلا كنت بسمع السؤال بطريقة خطأ، بس والله العظيم أنا عايز بس أعرف العلل في الحديث. يا عبد الرحمن التليفون أزعاج، أنا أفسد علينا. أعرف السؤال، الحديث حضرتك بتقول لي العلة؟ حديث ماذا؟ حديث لحظة واحدة. حدثنا يونس عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا عقبه بن علقمه بن حدايج المعافري عن اسامه بن المنذر عن ابي عمرو الذهان عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي اناس يوم القيامه. ايوه، في علتان في هذا الحديث، علتان في الاسناد، رجال ينفردون بما لا يتابعون عليه. في الحديث علتان، اسوقهما لك ان يسر الله غدا ان شاء الله. علتان، ليس عله واحده. والمتن نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرك يا الله شيخنا. الله يسلمك. شيخنا، كان أحد الناس كان له بيت، له فيه ورثة. بيت ورثة. نعم. ماله؟ تباعه برضاهم. باع هذا البيت برضاهم ووقعوا له على العقد. باعه او اشتراه منهم؟ باعه لقوم اخرين. نعم. وبعد برضاهم ووقعوا له على العقد. وبعد اراد الان ان يقضيهم. ها؟ اراد الان ان يقضي حقهم في البيت. كيف وباعه لرجل غريب؟ أنت تزعم أنه باعه لرجل غريب ليس له. هو الذي أخذ الملك كله واشترى له بيت آخر بثمن بيت. هو أخذ مال البيت الأول واشترى لنفسه بيتا آخر ولم يعطي لإخوته حقهم. نعم، برضاهم. نعم.
وبعدين عذر أن يقضيهم، فهل يقضي بالثمن الذي كان في العقد؟ هذا رجل ظالم، هذا رجل ظالم. من كم سنة هذا الكلام؟ من كم سنة يا مسلم؟ من كم سنة؟ 5 سنوات أو 4 سنوات تقريبا يعني. هم راضون؟ هم راضون بذلك. الآن راضون؟ قبل الآن والآن راضون. راضون إذا لا معنى لسؤالك، ما دام هناك تراضي لا إشكال. السلام عليكم. أن أحيانا الواحد يبيع لإخوانه، يشتري من إخواته من أخواته من 20 سنة منزلا مثلا 10,000 ولا يعطيهم الفلوس، يماطل يتلاعب، بعد 20 سنة يقول خذ 10,000 والبيت الآن يساوي مثلا 100,000 أو 200,000. فيظلمون الناس بهذه الطريقة. ماتي يقول لك لا، توب قبل الممات، توب قبل الممات، يعطيهم الفتات الذي لا قيمة له الآن. ظلم بين إذا لم يكن هناك تراضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله حالي طيب من فضل الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت أود أن أعتذر إليك، كنت أسأل سؤال منذ يومين وبدأ مني أن أجادل ولكني والله ما كنت أقصد. لا ما في حرج، تفضل. يا شيخنا. أيوه نعم. كنت أسأل منذ يومين سؤال وبدأ مني أني أجادل ولكني أعتذر عن ذلك. لا حرج. الجدال والله. لا حرج لا حرج لا حرج. جزاك الله خير. لا تنسى من صرح دعائك، عندي امتحانات. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ بعد إذنك أذن. والله أنصح نفسي وإياك بتقوى الله سبحانه، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تراقب الله في السر والعلن، تقلل من الكلام قدر الجهد والاستطاعة إلا بذكر الله، تكثر من ذكر الله، وتتعلم دينك بعيدا عن الجدل والمهاترات، لوجه الله تتعلم دينك، تعلم القرآن، تعلم السنة، ثم صادق الصالحين واسأل الله ثبات. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عاوز اخذ راي فضيلتكم في التعلم في اكاديميه القربان. لا اعلم عنها شيئا. ولماذا تسمونها اكاديميه؟ اليست في اليس في لغه العرب ما يقوم مقام هذا التعاجم السخيف؟ يعني لماذا تسمونها اكاديميه وفي القران والسنه غنية بلسان عربي مبين؟ حتى العلوم الشرعيه تلوثوها باكاديميه واكاديميه، وواحد يتعزز انه بيتكلم بالعجمي. لا والله، ده اهانه للي يتكلم بالعجمي، اهانه الذين يحولون الجامعات والمدارس الشرعيه والاصطلاحات الشرعيه للانهزام والانحطاط. يقول لك اكاديميه وما اكاديميه، وش اكاديميه؟ كلموا لغه العرب يا ناس. حتى الهيئات الشرعيه بدأت تطفي أكاديمية. نحن كان لنا عطب على الشرطة، غيروا كلمة الشرطة إلى بوليس. طب لماذا سيارات الشرطة اسمها بوليس؟ ما تسموا يا ناس، سموا الشرطة كما كانت. لكن أنقلهم جهل بالدين شيئا ما. لكن أنت في جماعة شرعية ليه تغيرها من الجامعة الأكاديمية وما الأكاديمية؟ صلحوا يا ناس، صلحوا يا ناس. وإخواننا أصحاب شركة العربي بالذات، يعني اسمهم شركة العربي ومنتجهم نافع وجيد، غسالات وثلاجات وبوتاجازات، وشركة العربي شركة معروف. لكن يغيروا اسم العربي من على السيارات، يشيل اللغة العربية ويكتب لك العربي بالإنجليزي. طب يا عم اكتب العربي، ربنا من عليكم إنكم طيبين ولكم اسم طيب، لازم تتعاجموا يا ناس. اكتبوا، تعززوا اللغة التي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وقروها، عظموها. واحد اسمه زيد، يعني كان مركز زيد، يقول لك لا لازم يكتب زيد سنتر. لماذا يا عمي لازم زيد سنتر يا عمي؟ عمي مركز زيد وانتهى الأمر.
لازم يتعاجم زيت سنتر ولا الناس ما تشتري من عنده. شركة إسلام يقول لك لا، بدل شركة إسلام كو كومباني. طب لماذا يكتب العربي؟ يا ناس يا مسلمون، عظموا اللغة التي نزل بها القرآن، عظموا اللغة التي نزل بها القرآن، ولا تظنوا أنكم في رقي وأنتم مع التعاجم. ما غريب أنكم تتبعون لغة من هزمكم. تعلموا القرآن واللغة التي نزل بها القرآن. الألمان لا يردون على من يخاطبهم بالإنجليزية. كل الناس تتعزز بلغتها، نحن نتعزز بلغة العرب، ليس والله لأننا عرب، بل لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من أسباب تماسك الأمة التفافها على لغة العرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي استفسار. أستفسر. في صلاة الجمعة اللي فاتت الإمام أخطأ ونسى آية في سورة الفاتحة. أيوه. تمام؟ وبعض المصلين استفتحوا له وهو لم يدرك الخطأ يعني. لحد بعد هو عارف بعد صلاة الجمعة في صلاة العشاء، يعني عارف في نفس اليوم في صلاة العشاء. فلما قلت له قال لي أنا حسيت إن في حاجة غلط، فقرأت الفاتحة في سري بعد ما خلصت الفاتحة جهرا قرأتها، يعني عشان هو حس إن في حاجة غلط. فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم، ولهم من أخطأوا فلكم عليهم. هو قرأها في سري الحمد لله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو ركيت الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. كل عام يا رب، ربنا يديك الصحة يا شيخ. معلش عشان في سؤال بس بعد إذنك. هو شيخ، الواحد لما يمر بمرحلة غفلة كبيرة، يعني الصلوات بيقضيها استغفر الله بكسل، القرآن مش قادر يقرأ، قيام مش عارف يقيم، يعني يعمل إيه يا شيخ؟ يعني الصلوات كسل، تترك الصلوات ولا إيه بالضبط؟ إيه المشكلة؟ لا لا يا عفوا، لا عفوا تتأخر حتى يخرج وقت الصلاة أو بعد أول الصلاة؟ لا بعد أول الصلاة، يعني ساعة بعد الأذان مثلا. مثلا. يلا الحمد لله، احنا الآن في أمان. الله يكرمك. تمام يا شيخ. طب القرآن والقيام ما فيش خالص يا شيخ؟ استعيني بالله، استعيني بالله. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا توجيه النبي لمعاذ. آمين. صلى الله عليه وسلم. دعوتك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. أم لؤي ولارا تعتز باللغة العربية، جزاك الله خير. أما معنى لارا بقى يا أم لؤي، ما معنى لارا؟ راجعي معنى لارا نستفيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخنا الله يكرمك، بس اصبر عليا بس ما يعني عشان افهم. الله يخليك. بقول لحضرتك، والدي راجل كفيف ويعني عنده اعاقه كامله، يعني باتر قدمه الله يعافيك، وعنده جلطه يعني عاجز كلي. وسامعني يا شيخ؟ اسمعك. الله يعافيه يا رب. الله يكرمك الله يخليك. فالمهم يا شيخ، هو زوج ابي متجوز امي وواحده ثانيه. فالمهم الوقت هو قاعد عند امي، هي امي الزوجه الثانيه يعني هي الجديده. فالمهم يا شيخ، اخي اللي هي اخ واحد واخت، وانا اخي هو اللي متحمله كاملا، من يعني ربنا يعافيك من حمامه كل حاجه كل حاجه. واخي الثاني اللي هو من ام من مرات ابويا سالت ايده تماما منه تماما. فيا شيخ معلش استحملني، هو زوجته بتعمل لنا مشاكل جامدة في البيت يا شيخ بشكل لا تتخيله. يعني الأخ بيضرب أخوه لدرجة إن جابت أخويا اللي هو من أبويا ده من سفر من شغله من بورسعيد، وإحنا في المطرية الدقهلية، علشان يعني حجة شوية تراب على جنب البيت خليته ضرب أخوه في الشارع ضرب، لولا الناس حشوكها هيموتوه. فالمهم في الآخر بقى يا شيخ، من ده كتير كتير والله يا النهاية بس ما تطنش في مرات أبوكي وفخيكي. ماشي السؤال. المهم بقول لحضرتك في الاخر، يعني اللي هو اخويا من ابويا ده، يعني امي تقول له يا ابن الحلال طب ما تشوف مراتك وناش كويس، في الاخر قالها لا نخلص بعض. المهم انا الوقت بيقوله لما عملوا قعده، لا نسال شيخ، لا يكون حرام ان الاب موجود
وان احنا يعني نخلص، لا احنا نخلص ولا هو خلصنا. هو البيت يعني بسيط خالص، ما يجيبش 400,000 يعني. بس الوضع دلوقتي يا شيخ ايه، حرام ولا حلال؟ وابويا قاعد مع العلم ان اخي متضرر جامد، لدرجه ان لو الامر فضل هم عايشين مع بعض ممكن الاخ يقتل اخوه بسبب مراته، مرات اخويا اللي هو من ابويا. ابوك يا اما ان اخويا هو اللي متحمل ابويا كاملا. ما ابوك قاعد عند امك وسايب مراته وسايب ضرتها؟ نعم. ابوك قاعد عند امك وسايب المراه الاخرى، ماشي. يعني لو البيت اتباع خلصنا في وجود ابوك يعرف يتكلم؟ ابوك يعرف يتكلم؟ لا لا، ابويا عنده غلطه في عجز كلي يا شيخ، وعنده غلطه في عقله، يعني لا يعرف الكلام، صح؟ أيوه. يعني الان توصيف سؤالك حتى تفهم الاخت ده، هل يا او ده ايا كان، توصيف الكلام اختصارا، رجل عاجز عجزا تاما عن الكلام وعن الحركة، وأبناؤه يريدون تقسيم التركة لوجود مشاكل قد تؤدي إلى القتل، صح كده؟ الكل متراضي على التقسيم؟ أيوه. لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله يا جلال. والله العظيم اني اشتاق اليك يا عم الشيخ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. في سؤال من محمد بن مبروك، موصلين ان انا اقول لحضرتك. ماشي، اتفضل. هناك في واحدة عايزة تتخلص من الفوائد الربوية، ولكن تعطيها لخطيبة اخوها بس مش عن طريقها. لا 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 تفعل ايضا. لا تفعل، الله يحفظكم. دعواتك عم الشيخ بالله. بارك الله فيكم ورحمتك. مرحبا يا دكتور ايمن، حفظك الله وردك الله سالما امنا غانما، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله، بخير من فضل الله. طيب يبارك فيك. الله يحفظك يا مولانا، انا رايح حج الامي السنه دي ان شاء الله. الله يتقبل. اللهم امين، عسى الله ان يرحمها ويغفر لها يا رب. لو انا دخلت العرفه بعد المغرب يوم عرفه، الحج صحيح؟ جاء عروة بن في الطريق. اصبر، جاء صحابي اسمه عروة بن مضرس، جاء من بلاد طيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه حتى أدركتكم في صلاة الفجر في مزدلفة. قال عليه السلام: من أدرك معنا الصلاة بجمع، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، الغداة بجمع، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى تفثه وأتم حجه. إذا كنت واقف ساعة ساعتين في عرفات من ليل أو نهار وأدرك صلاة الفجر في مزدلفة فالحج يصح. حتى بعد غروب يوم عرفه. انا جاوبتكم. بعد غروب. طب لو عملت تاني عمره بس مش ناوي التمتع، يعني مازال لسه على عرفه 3 ايام، وانا عملت عمره لي انا وحدي مش تمتع، فعليا دم؟ انت ذهبت الى مكه من اجل ماذا؟ من اجل الحج. طيب انت ليه تبخل كده وتدخل نفسك في متاهه كله من اجل يعني؟ مولانا مش هعمل تمتع للظروف المادية أيضا. صم 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعت أحسن لك، إنما تأتي تعتمر وبعد العمرة وأنت ناوي الحج من الأصل. أنا ماشي من مصر إن شاء الله من دمياط، ناوي الحج إن شاء الله الأم عليها رحمة الله. يا ليتك إنك قلت من ماشي. ماشي يا حبيبي. ولكن كنت عايز الحج لأمك. أنت ماشي ذهب خصيصا للحج، لا لا تقسم العمرة لأمك والحج لك. ما فعل هذا وإن كان جوازه بعض الأمك؟ ما فعله الرسول ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ اعمل عمرة وحج لأمك متمتعا، وإن عجزت عن صيام عن الإطعام صمت 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعت. الله تخافش يعني على الفلوس، ربنا يعوضك.
الله يهديكم بس يا ناس يا ناس. السلام عليكم. السلام. نعم شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله يا شيخ. انا جاي لي شغل كول سنتر كاستمر سيرفيس، خدمه عملاء. ده حرام ولا حلال؟ هتشتغلي في ايه معلش يا عفو؟ نعم. في ماذا ستشتغلين؟ هرد على مكالمات خدمة عملاء شيء. لشركة ايه؟ ما اعرفش، يا مرنوا علي النهارده ان انا اروح اعمل انترفيو وانا مش عارف الصراحة. ما انا مش عارف شركة تبيع اشياء محرمة او حلال او ايه بالضبط، مش عارف. هي بتبيع يعني كذا حاجة بالتقسيط، يعني شركات كتير. هي وسيطة او تملك السلعة؟ وسيطة او تملك السلعة؟ هي وسيطة. شركة وسيطة لا تشتغلي فيها. تمام يا شيخ. الذي تكون مقرضة بالربا. اه. وهي لا تمتلك السلعة. نعم. شركة مرابية. تمام يا شيخ. الله يسلمك. هل من حق الزوج ان يشتغل 14 ساعة في يوم دون حاجة لذلك ولا ياخذ اجازات باكثر من شهر ولا يهتم بالبيت ليس بحاجة مادية، يفتح اكثر من مشروع في نفس الوقت؟ طلبت منه ان يغلق احد مشاريع يفرغ الوقت لنا ولكنه رفض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لنفسك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وفي روايه: وان لولدك عليك حقا، وان لضيفك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فالمقصر في حق بيته سيسأل يوم القيامة عن تقصيره هذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. محبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياكم. سؤال سريعا كده، هل على زراعة الخضروات زكاة؟ يعني زي البطاطس زي البصل. للعلماء قولان في مسألة زكاة الخضروات. ومعنى الخضروات الفاكهة والخضار المعهودة، فيرى الأحناف وجوب إخراج الزكاة عليها لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولقوله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. هذه بعض أدلة الأحناف القائلين بوجوب الزكاة في الخضروات. وأما الجمهور فيرون عدم إخراج الزكاة على الخضروات، مستدلين بحديث ضعيف أولا: ليس في الخضروات زكاة، وهو ضعيف الإسناد. والتصويب فيه أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الزكاة من خمسة أصناف، كذا قالوا. وثانيا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقالوا: الخضروات لا توسق. وأجاب الآخرون بأن النبي عليه السلام قال فيما سقت السماء العشر بدليل السابقة: الأحوط لك أن تخرج زكاة على البطاطس، الأحوط لك ذلك. والبصل نفس الأحكام، نفس الحكم. يتم حسابها يا شيخ يعني. ما هو أنت إما أن تخرج زكاة البصل تخرجها بصل ماشي عادي، وزكاة البصل انباع والبصل انباع يعني. من يقول لك أهو يعني يا حبيبي، إذا كان بإمكانك أن تخرج زكاة البصل بصلا فلا بأس بذلك، والأفضل والأحوط. إذا لم يمكنك ذلك وبعت أخرج نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بالآلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل يا حبيبي. الله يحفظك يا رب وبارك فيك. إن شاء الله بطلع الحج السنة بإذن الله. يا رب نحن وإياك يا رب والسمعين والسماعات يا رب. اللهم آمين يا رب. إن شاء الله أروح على الرياض ومن الرياض على مكة بإذن الله. إن شاء الله بسلامة الله. هنحرم منين إن شاء الله؟ هتحرم من ميقات أهل الرياض. لكن أظن أنك متهرب. نعم متهرب.
متعجل. نعم. طبعا بغض النظر عن توابع اخر، انت لن تستطيع ان ترتدي ملابس الاحرام. ايوه ان شاء الله مش هقدر الا بعد ما ادخل مكه باذن الله. فستهل بملابسك وتطعم ستة مساكين او تذبح شاة او تصوم ثلاثة ايام. في مكة ولا بعد ما ارجع؟ لا، الصيام كل هذا في مكة. الكفارة في مكة ان شاء الله. الكفارة في مكة، الصيام هنا ما هو اللي ان شاء الله. ادخل قبل 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 عرفة بيومين او ثلاثة ان شاء الله. ماشي، الصيام الصيام في فسحة شوية. هبدا اهل من ميقات ثاني ولا؟ لا لا، من مكانك. طبعا انا يعني ادخل على مكة عادي، ادخل السكن اللي انا ادخله ويوم عرفة البس الحرام وانوي وانزل عرفة ان شاء الله. يعني انت هتحج متمتع؟ مش عارف، ما انا لا هبقى مفرد ان شاء الله. خلاص مفرد، يبقى انت على من مكانك على على منى او على عرفه. من المكان اللي انا هسكن فيه على عرفه على طول ان شاء الله. او على منى يعني. باذن الله، لو كفاره داخل مكه باذن الله. الله يسلمك. الصيام في فسحه شويه. الاخت دهاليا التي تقيم في فرنسا وتخشى ان تتكلم كلمه اعجميه اشتد عليه. لا، معك عذرك، كل قاعده لها استثناءاتها يا اخت، الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. عندي سؤالين على السريع فلذلك. سؤال سريع ولا بطيء؟ كله جاهز. السؤال الاول، كنت بصلي صلاه العصر والامام قام لركعه خمسه. احنا نبهناه اللي هو يرجع فما رجعش. وقفنا معاه وبعد كده جاب ركعتين سهو، فلما جيت بقى قلت له مثلا ان المفروض ان احنا يعني كنت ترجع تاني، قال لي لا، السنه اللي انا كنت وقفت. لا لا، كلامه غلط هذا، اذا نسي واجبا، لكن اذا في زياده يرجع يرجع. طب احنا علينا ايه بقى ساعتها؟ عليك لا تتابعه، كنت تنتظر في مكانك اللي ناتي بخميسة وتسلم معه وتنوي المفارقه. يعني احنا كده يعني انا كده عليا اعاده صلاه عصر؟ لا لا، ما عليك خلاص. السؤال الثاني، ستي قبل ما تتوفى ادت خالي 50,000 جنيه ليه؟ لان هو خسر في مشروع. بعد كده توفت، فجت اخواته بعد كده زعلانين اللي انت اخذت ال 50,000 جنيه واحنا لا ومش عارف ايه، هو كان جايب بيها حته ارض والارض دي ايه؟ يعني زادت. ليس لهم خلاف كده ومع بعضهم، فجت ستي قبل ما تموت كانت قالت له تبقى راضي اخواتك من الفلوس. بعد كده هو خالي لسه متوفي. خلاص الموضوعات انتهت. طب والارض الارض اللي هو موجوده دلوقتي دي حكمها ايه؟ هذه الفلوس كانت هبه مسببه، والهبه المسببه جائزه. يعني اخواته ما لهمش اللي هم يعني دلوقتي اللي هم مثلا ليهم حاجه فيها؟ ليس لهم شيء. شكرا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت عايز اسال شيخنا، هل يجوز تركيب الرموش الصناعيه المؤقته؟ وهل هي من الوصل ام لا؟ لا تركبي الرموش الصناعيه خشية أن تقعين تحت طائلة الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، ابتعدي، أسلم لدينك. وهل يجوز شيخنا هل يجوز تركيبها أمام المحارم أو النساء؟ لا بأس أمام المحارم والنساء، نعم. حسنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، هل يوجد ايام ارفع صوتك، ارفع صوتك، صحصح معنا. عفوا يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى، هل يوجد ايام في الاسبوع يكره الصوم فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم الجمعه الا ويوما قبله او يوما بعده. اما حديث لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم، فكما قال إمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا سيدي؟
الحمد لله طيب من فضل الله خير. حياك الله. حياك. جزاكم الله خير. نسألك الدعاء بالشفاء جزاكم الله خير. الله يعافيك ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب عافينا. اللهم امين الله يكرم. بقول لحضرتك انا عندي حمام مربيه فبيجي لي عليه حمام ما اعرفش بتعمل ايه. هذه مشكله اللي بربى حمام سرقهم يسرقون حمام الناس. والله ما بسرق حاجه. انت لا تسرق عمدا رغم انفك، انت ترسل حمامتك الحلوه تجيب لها ثلاثة. مش انت عندك حمام؟ والله ما برسل هو عندي. أيه؟ هو مش انا بسال سؤال يعني جريب. انا اسال سؤال، عندك حمام ولا ما عندكش؟ عندي. في اناث وذكور؟ في اناث وذكور. اي الانثى عندك تذهب تلوف على ذكر وتجيبها البيت، يمكث الذكر عندك ياكل شارب وبعدين ينسى اهله، والذكر كذلك عندك يلوف على حمامتين يجيبهم. هذا المشكله. تستطيع تعلم حمامك؟ علم معلم وغير. خلاص علم حمامك وغير حمامك ما تعلمش. سؤالك عن ايه؟ لان الله يستر عليك. اللي بيجي عندي ده بياكل وانا بنفق عليه. ما انا عايز، انت عايز تاخد الحمام اللي جاي؟ هذا ده من الاسئله. انا مش عايز اخده والله، ده انا بقى. طيب ما السؤال، ما انت بتسال عشان تسال هل اخذه او لا اخذه، مش كده السؤال؟ الله ينعم عليك. انا مربي بقالي سنتين دلوقتي، بيجي لي حمام بقالي سنتين لا ببيع منه ولا بذبح ولا باكل. خلاص جزاك الله خير. وقال الرسول عليه السلام: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. نعم. الله يكرمك. يعني انا كده ما اجيش عنده ولا عن خلفته؟ مش عارف، انا ممكن بقى ممكن يعني تيجي فتوى متوسطه يقول لك الخلفة لأنها أكل وشرب عندك، خذ الخلفة مقابلها. يعني أخذ الخلفة مقابلها أو كاجتهاد كاجتهاد والله أعلم. اجتهاد يا سيدنا؟ اجتهاد. أي ما فيش نصوص في المسألة. طيب لو أنا مثلا خليت هو بيطلع ذكرين، يعني ذكر وأنثى مثلا أو ذكرين، أخذ واحد ليا والثاني أتصدق به لصاحبي. ماشي، هذا شيء طيب أيضا، فتحت الصدقة لصاحبي شيء طيب. خذ ثمن الاكل تاكيلك له والحمد لله الباقي تصدق بشيء طيب. فتوى حسنه. الله ينعم عليك. طب في حاجه ثانيه يا حبيبي الله يرضى عنك. الله يكرمك ويبارك فيك، تفضل. الله يكرمك. بالنسبه لموضوع البول، عندي تعبني جدا، كشفت اخذت علاج والبول بيحصل فيه نظام تنقيط، فانا ما بقدرش يعني. ده بصوره مستديمه؟ عفوا، صوره مستديمه ولا ايه بالضبط؟ على طول يعني انا ان دخلت الحمام والعشاء بتؤذن اقعد ثلث ساعه والبول ما ينقطع، بروح عليها صلاه العشاء بسبب البول، ماذا افعل؟ لذلك انت الان مريض بمرض بسبب ذلك. انت مريض بمرض سلس البول، توضا وصلي ولا اثم عليك. هو بينقطع بعد ثلث ساعه تقريبا يا حبيبي شيخ مرفوض، يعني تقريبا ينقطع البول. طيب ممكن ما تدخلش الحمام اللي بعد ما تصلي؟ ممكن بس ببقى حاذق. مش مشكلة، أهون من نصلي بغير وضوء. أو تتوضأ أو تدخل الحمام قبل الصلاة بساعة مثلا. هي بس بتحصل في الطوارئ لو صحيت على أذان الفجر. والله يعني اتقي الله ما استطعت. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله يا مرحبا الشيخ خلف. مرحبك يا سيدنا. كيف حال الشيخ سيد بيومي؟ بخير والله يا سيدنا الحمد لله والله. أبلغه السلام. ماشي يوصل يا فضيلة الشيخ. في حديث راجعه كده يا شيخ خلف، الواصلون يصلهم الرحمن ولا إيه كده؟ في حديث كده ولا ممكن تراجعه؟ ماشي يا سيدي. لكن عندنا آية كده فيها الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اقرأ تفسيرها، تفضل. ربنا يبارك فيك يا سيدي. وإياك. كنت أسأل فضيلتك عن هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى غير جبريل من الملائكة على حقيقته؟ والله يا أخي أنا لا أعرف إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، قاله العلي وأبي بكر يوم بدر، وحديث ملك الجبال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم
من الطائف عرض نفسه على عبد الجليل بن عبد كلال فكذبه. قال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال. فذكر الحديث: إن أردت أن نطبخ عليهم الأخشبين، إن هل رأوه على حقيقته بالضبط أو ما حدث الله أعلم. ماشي يا سيدنا. الله يبارك فيك يا شيخ خلف. ربنا يبارك. أسمعنا شيئا من كتاب ربك يا شيخ خلف بما من الله عليك به من الصوت الحسن. ماشي يا سيدنا، ربنا يبارك فيك. وفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حسبك، بارك الله فيك. أنت أبو البخاري؟ نعم يا سيدنا. سلم على أم البخاري وقل لا تغذيك شوية يا أبا البخاري، لا تغذيك شوية، أنت اليوم ضعيف. الله، أنت تجر عسل. صح صح يا أبا البخاري، صوتك عانك الله يا أبا البخاري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. سل. ما شيخنا، أنا في مرة دخلت مسجد وكنت بصلي السنه، وانا بصلي السنه في اول ركعه لسه داخل الصلاه واقيمت الصلاه صلاه المغرب، فاقطع من الصلاه اللي انا فيها واصلي المغرب معاهم ولا اعمل ايه؟ لا، اكمل متجوزا، يعني اكمل بسرعه شويه. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا زمان قوي يعني من 15 16 سنه كده، كنت صغيره عندي 14 سنه، اخدت حاجه من حد قريبي فلوس يعني او حاجه كده، فانا دلوقتي لا، هل لو حبيت اردها لازم اطلب من الشخص ده السماح مباشر واقول له ان انا خدتها، ولا بس اردها باي طريقه وافطر على الوضع؟ لا، ذهب ولا فلوس؟ لا، ذهب. اشتري ذهب وضعي في ظرف. هرد ذهب بنفس الوزن طبعا. لازم اقول او اطلب اعتذر ولا خلاص؟ لا، اي واحد صالح ممكن يذهب اليهم بالذهب في اي ظرف، يقول هذه مظلمة لكم كانت عند بعض الناس ولا اعرف اسمهم، نرجو مسامحتهم وانتهى الامر. جزاك الله خيرا يا شيخ. حياك الله. حفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ طيب والحمد لله. جزاك الله عنا خير. حياك. سؤال يا شيخنا، واحد صاحبي مديون وهيتسجن يعتبر. طيب. عليه شيكات يعني، كان وصولات امانة وكلام من ده، ومعاتها يعتبر فات. سؤالي لماذا استدان؟ كان خسر في شغل. ماشي. خسر في شغله عليه حوالي زي 150,000. وخسرهم في شغل. وبعد ما السؤال؟ اللي هو دلوقتي قدامه عرض من على البنك. ايوه. قرض يعني وكده، فهو بيسال هل هو كده مضطر ولا مش مضطر؟ قرض البنك؟ اي البنك، هياخد قرض يعني. اذا كان سيحبس يجوز له، لن يحبس يصبر. جزاك الله خير. ايوه. يا ارحم الراحمين يا رب. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. نعم. بقول لحضرتك، طب الاب هيبقى وضعه ايه من البيت؟ نصيبه هيبقى ازاي ولا يتحدد ازاي؟ ويبقى مع مين نصيبه؟ مع اللي قاعد معاهم ولا ايه وضع الاب؟ الرجل المقعد. ايوه. كلهم يلزموا بالانفاق عليه.
يعني مش هيطلع له نصيب من من حق البيت؟ هو البيت كله له، فهم ايوه ماشي. لما يقسمه بقى، لما يقسمه كل يلزم بنفقة شهرية على ابيه. يعني ما يطلعلوش مبلغ من من فلوس البيت لوحده تبقى بتاعته؟ هو البيت له كله، ممكن ياخذه قدر حاجة الوالد، قدر ويثمروها له مع اي شخص الى ان يموت، الى ان يموت والله اعلم من يوم تتقسم مرة ثانية. يعني ممكن يطلعوا له نصيب ويبقى مع حد بره، ما يبقاش مع اللي قاعد معاهم في البيت. نعم. طب ممكن يطلعوا له نصيب ويبقى ده مصاريفه، يبقى مع اللي قاعد معاه في البيت، ولان بيحتاج يعني حاجات كتيرة. يعني يا اختي البيت كله هو له، اذا باعوه لانه فقد الاهلية وفقد التحكم ويريد كل واحد ياخذ، انا انصح كل فلوس البيت، كل فلوس المنزل، المنزل ابيه تودع لحساب الاب وينفق عليه منها. وإن أردتم أن تعطوا للرجال والنساء أشياء لأولاد وبنات أشياء تعطون بالشريعة. معلش تسمعني بس يا شيخ، هو البيت مش هيخلص كله، لأن في أخ هيقعد فيه، يعني أخ هيقعد ويدي اللي هيمشوا نصيبهم. يعني مثلا في البيت لو بعشرة جنيه أخ هياخد خمسة والناس التانية هتاخد خمسة جنيه، فاهمني؟ يعني البيت مش هيتباع، هو في حد هيخلص حد. والبيت اصلا ما لهمش حق في كده، والبعد اللي يبيعوه البعض والتخليص ده باطل، كله باطل. ما هو والله يا شيخ امي قالت له يا ابني طب ما تشوف مراتك ونعيش على خير، ما رضاش، قال لا نسيب بعض. والله يا شيخ انا مهما خلاص كلمينا على الخاص، كلمينا على الخاص. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن ان شاء الله. حضرتك كنت سمعت حضرتك واحد سالك على فوائد البنوك، فانت قلت له اديها لحد بس ما يكونش قريبك. صح. طيب، هو ان الله طيب لا يقبل الا طيب، هو بيخرج على سبيل التخلص منها، على سبيل التخلص. ولك ازرع الورع، يعني ما اذا انت تورعت عن الحرام انت ماجور. تمام. طب ممكن سؤال تاني حضرتك؟ اتفضل. يا بيأمنا في المسجد إمام، يعني هو مش معين من الأوقاف، بس هو بيطلع بيقدم نفسه كده، هو قراءته كلها غلط وكده، فيجوز إن أنا أكلمه؟ يجوز تكلمه وتنصحه. طب لو ما استجابش أغير المسجد؟ غير المسجد، ماشي، صلي في مكان تاني. جزاك الله خير. كما عبد الرحمن الوقت معذرة. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، حضرتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك، اتفضل. احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. شيخ كنت عاوز بس يعني اشارك في حاجة، يعني دلوقتي انا كنت في الثانوية يعني، وكان في كان عندي امتحانات يعني، ففي اللجنة ساعات كده بيجيبوا عسكري ومعاه امين شرطة يعني، عشان الشباب ساعات مثلا بيتخانقوا او كده فبيسلكوا يعني. فدلوقتي العسكري ده انا كنت رايح بعد اللجنه الاولى، كنت رايح اشتري لنفسي حاجه يعني، فكنت كلمته كده وقال لي انا عاوز حاجه يعني، فانا حبيت ان انا اساعده يعني، فاخدت الفلوس فرحت اجيب له الحاجه، انا خدت منه 10 جنيه. فبعد كده رجعت ما لقيتوش، لقيته مشي ورجع تاني، كنت انا دخلت اللجنه الثانيه. بعد كده بقى ما شفتوش تاني، خليت معاه ازازه السيفن اللي هو قال لي يجيبها، خليتها معايا. وبعد كده فكرت طب اعمل فيها ايه؟ طب كده هتبرد. فالمهم انا قلت اشربها وابقى اديله بكره ايه حقها، فطبعا ما لقيتوش تاني، ولا جه بعده ولا بكره ولا اي حاجه. خلاص يلا تصدق ب 10 جنيه نيابه عنه وخلاص. نعم؟ تصدق بعشرة جنيهات نيابة عنه. ماشي، جزاك الله خير. أظن أن الموضوع آخر، أن العسكري وصى عليه حتى يغش. السلام. أسئلة غريبة، لكن والله خايف من الله. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، زي حضرتك كيف؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك سورة التوبة بدأت من غير بسم الله. نعم؟ سورة التوبة مالها؟ بدأت من غير بسم الله. أيوه. إذا ذكرت أي
آية من آياتها على سبيل الاستبصار على سبيل بالاستعاذة فقط من غير استبصار يا شيخ بالاستعاذة فقط أي آية من داخل أي سورة الاستعاذة فقط ماشي طب الآية شوف اللي بتقولوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه مالها دلوقتي يا شيخ كان في دول كام تكلمي من كويس ارفع السماعة على وزني كده وكلمي مش لازم تكلمي من سماعة الهاتف طبعا ماشي يا شيخ طيب دلوقتي يا شيخ كان منهم واحد اللي هو هلال بن أمية الواقدي نعم ده يا شيخ لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الثلاثة دول ان هم يعتزلوا نسائهم ذهبت زوجته الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ان هو شيخ ضائع ليس له خادم وطلبت منه ان هو يسمح لها بان هي تخدمه طيب وقال لها بس يعني ايه لا يقربك قالت له انه ليس به حركه لشيء فهل هل يا شيخ هلال اصلا ده هذا في الاصل يعني كان عليه جهاد او غزو ده اللي عمل ايه؟ كان عليه جهاد او غزو كان عليه جهاد؟ يعني عشان ربنا يعاقبهم هو ومراره لا لا من الحزن الشديد قد يمرض الشخص واذا دققت النظر في الحديث سترين ذلك إنه منذ يا رسول الله منذ أن قيل فيه ما قيل ما استطاع مش ممكن أنت تمرضي من الحزن أصل هي وصفته بالشيخ الضائع شيخ ضائع يعني إيه ضائع ضائع ملوش حد يخدمه كان كان هذا الرجل كان يعني حل به من النكد والبلاء ما جعله يمرض أكثر لكن كان عليه جهاد يعني كان يصف كان عليه جهاد ولا ما أخذ ولا أنا أصلا يا شيخ يعني بالوصف ده يعني قلت لا تظني أن الله ظلام للعبيد ولا تظني أن الرسول أن الله يكلف نفسا إلا وسعها فظني بربك كل خير شكرا السلام عليكم لا إله إلا الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سيدنا انا دلوقتي ساعات بحب يعني ايه قلت اعرف الناس يعني بالله عز وجل فساعات كنت اسال الناس عشان كنت بحس الناس قريبه مش عارفه مثلا ربنا فين فساعات اخش اقول لهم هو ربنا فين واشرح لهم بقى ربنا في السماء والرحمن على العرش استوى واتكلم معاهم كده يعني ناس شغاله معايا وناس قرايبي يعني ناس يفهموني الكلام ده صح ولا غلط؟ صح طيب يعني لو بالطريقه ديت يعني لما اقول لحد كده يعني ربنا فين مش الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية جارية صغيرة جارية أمة من الإماء مش صغيرة أمة قال لها أين الله قالت في السماء قال لسيدها أعتقها في أنها مؤمنة ربنا يجازيك خير والله تعلمتنا كتير يا شيخ والله في حاجات كتير الله يغفر لنا ولكم واستفدنا يعني من علمك الله ربنا ينفع بك الإسلام يا رب وإياك الله يحفظك ويحشرنا معك إن شاء الله في الجنة مع النبي محمد كلان يا رب والسامعين والسامعات يا رب يا رب يا رب سامعين تعلم التجويد مستحب يا ويني بيك ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيينا وحسنه تحسينا زينوا القرآن بأصواتكم ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أحوالك يا شيخنا طيب والحمد لله أحبك في الله حبك الله الذي أحببتنا فيه عندي سؤالين بعد إذنك يا شيخنا تفضل أنا كنت راكب مع سواق عربية ونزلت ونسيت أدفع الأجرة وأنا عايز تبرأ يعني من كده فأنا تعرف تستطيع الوصول إليه ولا تستطيع؟ والله مش عارف يا شيخنا أضمن إن أنا أوصل له وأكون لسه فاكر ولا لأ. إن استطعت الوصول إليه ألزمت بالوصول إليه وتسديد الدين الذي عليك له، إن عجزت تصدق بها عنه. طيب يا شيخنا بعد إذنك سؤال كمان، أنا الحمد لله معايا ولدين وإن شاء الله جاي لي قريب بنتك كمان، وكنت عايز أعمل عقيق، أنا ما عملتش للولدين اللي في الأول. فالعقيقه دي هل تجوز ان انا اعملها بنيت ان انا بعملها على الثلاثه ولا كل واحد لازم عقيقه منفرده؟ بقره ولا كبش؟ لا كبش. لا كبش البنت عليها كبش والولد كبشان وان عملت بقره فيها سبعه اسباع تجزئ عن الجميع. يعني لو بقره تجزئ عن الثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله وانك معهم. وانا معهم.
دعوتك للذرية يا شيخ. يا رب يصلحنا وياك وذريتنا وذريتك وذريات المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. اسمح لي بحديثين يا شيخ. تفضل. الحديث الأول: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. لا أحتاج أراجعه. نعم. الحديث الثاني: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. أرى أنه معلول. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. بالله بس عايز حضرتك تدعي لي بالهداية ان شاء الله. الله يهدينا وإياك واصلحنا وإياك والسامعين والسامعات يا رب. يا رب انا ان شاء الله صالح حجي السنة دي. يا رب الحقنا وياك بالحجيج. التجمع بتاع الشركة هيبقى في جدة، فانا احرم منين؟ تحرم من ميقات اهل بلدك انت يعني. ماشي صح ولا ماشي غلط؟ لا صح ان شاء الله، رسمي وطالع رسمي. طالع رسمي طبعا. تحرم من الطائرة. من الطائرة؟ ايه. ايه تمام. سؤال تاني بالله عليك يا شيخ. انا دلوقتي مسؤول عن حسابات شركة، صاحب الشركة بيقول لنا مثلا نزود شوية حاجات كده، نزودها بحيث ان نرفع المستخلص. انا ما باخدش فلوس من الحاجات دي ولا ليا دعوة بيها. بس يعني ايه نرفع عشان نخلص المستخلص يعني؟ شو يعني؟ بيزود اعداد حاجات كده بحيث ان مجموع المستخلص يبقى مرتفع في الاخر. وده ظلم ولا مش ظلم؟ سرقة ولا مش سرقة؟ انا عارف ان ده حرام بس انا ما بستفادش منه حاجة. بس انت بتسرقني، انت بتسرقني لصالح زيد من الناس. ندعي لي ربنا يهديني وابعد عني. الله يكرمك، بارك الله فيك. اللهم قنعنا بالحلال الطيب. يعني صاحب الشركة يقول له ارفع المستخلص، مثلا سنكتب مثلا اشترينا للحكومة كذا وكذا وكذا، يقول زود قاعدة حمام، زود 10 مصابيح حتى يأخذ المستخلص أقوى. يقول أنا ما أخش حاجة لنفسي. طب أنت بتساعد الحرامي على سرقة. بهذا القدر أستاذي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنه من الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. أكرر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا
وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين من علينا بلباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واستل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.